وهذه عودة مرة أخرى لموقع حفر قناة السويس الجديدة لمتابعة سير العمل في موقع الحفر. ينضم إلينا مباشرة من هناك موفدنا محمد عبد الصبور. محمد، ما هو الجديد لديك من حيث العمل في موقع القناة؟ نعم عمرو، بعد التحية لك ولمشاهديك الكرام، على مستوى العمل الميداني نقترب بإذن الله في الغد من نحو 40 مليون متر مكعب من الرمال تم إزالتها. الصورة من خلفي بتؤشر إلى أننا اقتربنا من المرحلة شبه النهائية من المرحلة الأولى، وهي مرحلة الحفر على الناشف. بدأنا الآن، بدأت الكركات وبدأت اللوادر تقوم بإزالة الطفلة، ثم بعد ذلك تقوم بهذه الطفلة ترجعها إلى أماكن أخرى لعمل مدقات في هذه الطرق الصحراويه، ثم بعد ذلك ازاله الرمال لعمل ما يعرف باحواض الترتيب التي تستخدم في عمليه الاستزراع السمكي. ايضا عمليه التكريك تسير بالتوازي مع عمليه الحفر على الناشف في المدخل الشمالي في منطقه البلاح، وتحديدا عند الكيلو 58 ونص بدخول كراكه، وايضا عند المدخل الجنوبي لمشروع قناه السويس الجديده بدخول كراكتين، وتحديدا عند الكيلو 95 عند منطقه الدفرسوار. هذا هو العمل الميداني في ظل وجود ما يقرب من 66 شركة. هناك أيضا كتيبتين للطرق وكتيبتين تقوم بإزالة الألغام. هناك أيضا صدر أمر بعمل 2.5 تذكاري لكل من يستشهد في مشروع قناة سويس الجديدة، أو أيضا من يتم العثور على رفات هذا الشهيد بعمل نصب تذكاري. أيضا يتم ذكر اسم المقاولين واسم العمال ووضع صورة في هذا النصب التذكاري. هذا على مستوى العمل الميداني. على مستوى الزيارات، منذ قليل غادر اللواء إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي موقع حفر قناة السويس الجديدة بعد أن قام بتقديم الدعم والتشجيع المعنوي والمادي للعاملين هنا. بعد قليل، يمكن ربما بعد دقائق قليلة، سيأتي إلى هنا الدكتور أحمد زويل عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمدينة زويل وعضو المجلس الاستشاري العلمي التابع لمؤسسة الرئاسة في لتقديم الدعم والتعاون بين كوكبة كبيرة من العلماء ستأتي معه، وبين هذا المشروع سيقدم كل الدعم التكنولوجي والعلمي الذي يمكن أن يفيد هذا المشروع. هذا على مستوى العمل الميداني. وعلى مستوى الزيارات، نحن نترقب خلال دقائق زيارة الدكتور أحمد زويل برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إلى مشروع الحفر. محمد عبد الصبور موفدنا إلى موقع حفر قناة السويس الجديدة، شكرا جزيلا لك.